يعني بداية الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرانا، والله يرحم الأخ الشهيد خليل وكل الشهداء. طبعا هذا إن دل على شيء بدل على أنه إسرائيل تستهدف الكل الفلسطيني بغض النظر عن أي انتماء سياسي، أو بغض النظر عن أي جغرافيا موجود هذا الفلسطيني. إذن الاستهداف هو للقضية الفلسطينية، للشعب الفلسطيني، لأصدقاء الشعب الفلسطيني، لكل من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. إسرائيل ومنذ البداية من 7 أكتوبر كان لي كلمة في مطعم الساحة وقل لقد هزمت إسرائيل منذ بداية، أي بعد ساعات من العملية البطولية التي قاموا بها الإخوة في كتائب القسام في حماس. قلت هذا الكلام بأن إسرائيل هزمت، وعدنا عدت بالكلام إلى 2006، كلام السيد نصر الله حين قال إنها أنف من بيت العنكبوت، وهكذا هي إسرائيل. إسرائيل تبحث الآن عن أي انتصار، لأنها لم تسجل أي انتصار ولا أي إنجاز لا عسكري للأسف الشديد، وتبحث وهذه السياسة، سياسة الاغتيالات، اغتيالات القادة بغض النظر عن أي انتماء سياسي، يعني بدأتها من لبنان منذ عام 71 حين اغتالت المثقف الواعي القائد غسان كنفاني، واستكملت هذا الموضوع في بيروت في اغتيال القادة الثلاثة أبو يوسف النجار وكمال العدوان وكمال ناصر، إذن وإلى تونس في عام 86 في اغتيال القائد الكبير أبو جهاد الوزير، حتى وصلت إلى اغتيال الشهيد هنية في إيران. نعم. وشهداء طبعا العاروري في الضاحية الجنوبية في بيروت، وأيضا القائد الكبير في حزب الله في الاغتيال الأخير. إذن هذه سياسة إسرائيل تظن بأنها ترهب شعبنا، ترهب قادتنا، ولكن هي تعلم بأن قادتنا مستمرون بالسياسة التي يتبعونها، هي أن المقاومة طبعا هي الحل الوحيد. نعم. لأن نحقق أهدافنا، مقاومة سلمية. نعم. مقاومة يعني أي كانتفاضة شعبية، قصدي مقاومة سياسية دبلوماسية، مقاومة ما يحصل الآن في غزة والضفة والقدس. نعم. نعم، هذه المقاومة التي تجسد الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهذا ما طبعا يعلمه الجميع بأن هناك وحدة على أرض المعركة يخوض معركة التحرير. نعم، معركة سرحان. نعم. عن شعب. نعم، انا بدي ارجع لو سمحت لمساله اليوم اغتيال يعني العميد خليل المقدح وربطه باليوم موقع فتح، محاوله فتح بانه المصالحه مع حماس، العوده الى قطاع غزه، رغبه الرئيس الفلسطيني بزياره غزه. لو سمحت تحكينا عن هذا الموضوع اليوم، لماذا اعلن الرئيس محمود عباس انه يريد الذهاب الى قطاع غزة؟ أختنا العزيزة، منذ بداية حرب الإبادة هذه المستمرة، طبعا هي منذ عام 48، ولكن منذ 7 أكتوبر، ب 8 أكتوبر كان هناك كلمة للأخ الرئيس محمود عباس، وكانت مطالبه واضحة جدا للعالم كله بأن على إسرائيل وقف هذا العدوان، الانسحاب من الأراضي التي احتلت، عودة النازحين، وإدخال المساعدات. إذن وقالها بكل صراحة بأن غزة جزء من جغرافيا وسياسيا من الدولة الفلسطينية، وهذا حتى لو كان في هناك انقسام فلسطيني، ولكن نحن لن نتخلى عن غزة، ولن يكون هناك دولة في غزة بدون الضفة والقدس، ولن يكون دولة بدون غزة. نعم. إذن هذا موقفنا كان منذ البداية. الأخ محمود عباس، الرئيس محمود عباس في تركيا كان هناك هذا الخطاب التاريخي
الغير مألوف بصدق بحكي بأنه أن يناشد العالم أجمع، ووضع بعد عدة رسائل كثير مهمة، إن كانت رسائل رسالة فلسطينية إلى الداخل الفلسطيني بأن علينا أن ننفذ ما اتفقنا عليه، ومن بيانات ننفذ ما أصدر من بيانات في موسكو وفي الصين وفي مصر وفي دول أخرى بالوحدة الوطنية، وأيضا إلى العالم حمل العالم أجمع. والأخ الرئيس الآن كلف لجنة لمتابعة هذا الموضوع. طيب ماذا لو منعت إسرائيل الرئيس محمود عباس من زيارة غزة؟ نعم، ماذا لو منعت إسرائيل الرئيس محمود عباس من زيارة غزة، وكيف يستطيع الوصول؟ يعني هناك ترتيبات فلتمنع، نحن ننتظر. هناك ترتيبات مهمة جدا، شكلت لجنة من أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وعلى رأسها الأخ حسين الشيخ، للاتصال بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبالدول الصديقة لترتيب هذه الزيارة، ليكون هناك، لأننا لن نترك شعبنا وحده في هذه المعركة. وإسرائيل تحاول، نعم إسرائيل أكيد هي من للأسف الشديد حاولت وما زالت تحاول بأي محاولة لأن يكون هناك مصالحة فلسطينية من خلال طبعا إنشاء مشكل هون أو هون في الضفة الغربية في غزة، وهذا ما كان يحصل من أجل أن يكون هناك إطالة لموضوع الانقسام الفلسطيني. أستاذ سرحان إبراهيم، نعم. إبراهيم بده يسألك. صباح الخير دكتور. تفضل أخي إبراهيم. دكتور، في حال الرئيس أبو مازن بده يتوجه إلى قطاع غزة، في حال وضع الجانب الإسرائيلي كافة العراقيل السياسية والأمنية التي تحول دون وصول الرئيس أبو مازن أو الوفد المرافق إلى قطاع غزة، ماذا ستكون ردة فعل السلطة الفلسطينية؟ لأن نحن بنعرف الدول الغربية والمجتمع الدولي يضغط على الجانب الإسرائيلي من اللحظة من أشهر لوقف إطلاق النار في غزة، ولم ينصع لذلك الاحتلال الإسرائيلي. ما سيكون الموقف في حال منعت حكومة الاحتلال الرئيس أبو مازن من الوصول، هو رئيس السلطة الفلسطينية، من الوصول إلى أراضيها الفلسطينية؟ يعني الأخ الرئيس أبو مازن وضع الموضوع عند المجتمع الدولي، المجلس الأمن، عند رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهذا موضوع عند دول التعاون الإسلامي، عند الجامعة العربية، كل هذا المجتمع الدولي. إذا بده يكون هذا المجتمع الدولي للأسف، وهو أصلا إسرائيل ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الدولية التي اتخذت، إن كان في الجمعية العمومية أو المحكمة العدل الدولية. فمن هون أخي إبراهيم، إسرائيل حاصرت عرفات بال2002، حاصرت الشهيد ياسر عرفات، ولم تكترث أيضا لمناشدة وتنديد كل المجتمع الدولي. إذن إسرائيل هذا العدو الصهيوني الذي منذ إنشائه يعمل على إبادة شعبنا الفلسطيني، على إنهاء القضية الفلسطينية من خلال الاغتيالات. نعم إسرائيل ستحاول أن تعمل على منع الرئيس ياسر عرفات والوفد الذي سيرافقه من القيادة الفلسطينية، وأيضا من شخصيات من المجتمع الدولي. إذن ستعمل إسرائيل على هذا الموضوع، ونحن بانتظار أن إسرائيل فلنظهر للعالم كله بأن الكيل بمكيالين، النظر إلى قضايا شعبنا المحقة والقرارات الدولية التي اتخذت في المجتمع في الجمعية العمومية ومجلس الأمن. إذن إسرائيل تضربها بعرض الحائط، فمن هنا على المجتمع الدولي هذه المسؤولية بأن تسمح لرئيس الدولة الفلسطينية أن يدخل جغرافيا هذه القطعة العزيزة على قلوبنا جميعا، هي جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية إن شاء الله. فمن هون على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته